للمشاركة في القناة اضغط على زر الاشتراك ثم على الجرس لتتوصل بكل جديد، وإذا أعجبك الفيديو اضغط على الإعجاب، وشكرا. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة حلويات النجوم. اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا معنا نحضروا الجبن ريكوتا على الطريقة الإسبانية اللي كيصلح في عدة وصفات. كنتمنى تعجبكم الحلقة اليوم، والآن خليكم مع طريقة التحضير. عندنا هنا 1 لتر ديال الحليب كنخليوه يسخن حتى توصل درجة الحرارة ديالو ما بين 90 و 100 درجة. من بعد ما سخن معنا الحليب ووصلت درجة الحرارة ديالو 90 درجة، كنضيفوا عليها 40 مليلتر ديال الخل وكنبقاو نحركو حتى يعقد معنا الحليب. من بعد ما عقد معنا الحليب كنصفيوه في الصفاي ديالنا. بسم الله. كما كتشوف معنا جبن الريكوتا واجد معنا، وبالنسبة لطريقة التحضير ديالو ان شاء الله غادي يكون في الفيديو القادم. ودابا ما تنساوش الاشتراك في القناة والاعجاب في الفيديو وتبارطاجيو هذا الفيديو مع اصدقاء ديالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اضغط على زر الاشتراك ثم على الجرس لتتوصل بكل جديد، وإذا أعجبك الفيديو اضغط على الإعجاب، وشكرا.